غيرت كتير وكتير تعبت وما ناسبني ويمكن بيحبها اكتر مني. مين برايك بفضل انت او هي؟ انا هو ضميره هي تستحي ما يمكن تستحي. انا عم مين قال لك مستحية؟ احكي يا سلام. بتحبني انت؟ بتحبيها كثير على بلا مزح؟ والله بحبها بلا مزح والله. بس دائما بقول الرجل دائما بفضل الزوجه الاولى، يعني المراه الاولى بالنسبه له هي الاساس. هي المرجع، هي كل شيء. تقبلي هذا الكلام؟ انه يعني ما في فرق بيناتنا. بقول ايه بس هي زوجته الاولى، هي ام اولاده. بس بدك تساله هلا لإله اذا انه مين بفضل اكثر. مين برايك بفضل انت او هي؟ انا هو ضميره. بس بدك تساله إله شو بفضل. واذا قال عايده ما عندي مشكله. بروبلم. ناس بتفاجئوا استاذ مالك، ناس بتفاجئوا لك ايه معقوله؟ في وحده قالت لي اول مره بسمعها والله العظيم. قعدت ليك تحكي عن جنب بس بديش ما بتعرف هي شو بكرهها. قلت لها مش مهم انت تكرهيها وهي تحبني. بتصدق انا اذا غلطت شي غلطه مع مبنى بالليل؟ شو مجنون حكيت مع المخلوقه؟ مش هالقد يعني زعلتي. لا 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 ما في امراه بتقبل. هي بتكون مرأة فعلا ما بتحبها لجوزها. هي منيحه. هي منيحه. ايه بس انه ما في مرأة بتقبل. انه كيف المرأة بتقبل تتقاسم امراه ثانيه مع زوجها؟ يعني ما في امراه. بدي اقول لك عفوا سوري. انت ليش قبلت تتجوزي حدا مجوز؟ ليش قبلتي؟ حبيته. يعني انت قشطتيه من مرته؟ لا ما قشطته. كيف ما قشطتيه؟ لا لو قشطته ما كنت كملت معه حياتي. لا قصدي انه ما كان هو كمل معه حياته. بس انت خربتي لها بيتها لعايده. كيف خربت لها بيتها؟ اخذتي لها جوزها. ما اخذته يعني ما اخذته فليت قلت له ممنوع تشوفها مرتك. يعني انت عم بتقولي بالاساس كان ما بده اياها لمرته. هو ما قال لي انه ما بدي مرته. لكن شو قال لك؟ ما قال لي انت عجبتيني وبدي اياكي بدي اتجوزي. منه مجوز هو. شو بده فيك؟ شو بدك فيه رجل متزوج انت؟ شو بدك فيه؟ حبته. شو يعني حبته؟ حب حبيبك لو كان. شو يعني حبته؟ حبيته. ايه بس هو متزوج. متزوج يا مالك يا حبيبي. انا قلت تركيها تحكي ما بتخليها تحكي هيك بالبيت كمان انت مسيطر عليها. مين مسيطر على الثاني؟ لا حدا بيسيطر على الثاني. ايه طيب ليش قبلت تتجوز رجل؟ ليش قبلت؟ حبته. اول مره تعرفت عليها لعايده بصراحه. ايه شو قلتي؟ انه هي قويه. ايه ما تطلع. هي قوية بصراحة. لك عائل ما تطلع. طيب تظهروا مع بعض كل الوقت، كيف علاقتك انت وياها لدرتك؟ جنة. ناكل مع بعض، نطلع على الضيعة مع بعض، ولادي ولادها عندها صبية لك حلم، وعندي ثلاث بنات نفس الشيء. بناتي رفقة بيمشوا وياها رفقة. بعمر بناتك؟ بنتي يعني أكبر 18 وميرا 17 وهي سليم 11. سلام قديش عمرها؟ 30. ما بعرف هلا ما بعرف 30. ليك اول ما بالبدايه غيرت كثير وكثير تعبت وما ناسبني ويمكن بيحبها اكثر مني. بعدين عادي طبيعي صار وتاقلمنا على هذا الجو وعشنا.